للمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلينا مباشرة من عمان أحمد عزام، المحلل المالي الأول في مجموعة إكويتي. شكرا لانضمامك إلينا أحمد. لنبدأ من اجتماع البنك المركزي الأوروبي المتوقع المنتظر يوم 17 من أكتوبر، تعتقد أنه أصبح محسوما الخفض بربع نقطة، وهل أصبح محسوما أيضا أنه سننهي العام بخفض بمجموع قرارات خفض ب1%؟ مساء الخير عباد، شكرا للاستضافة. يمكن لو وجهت السؤال قبل شهر من الآن يمكن كان الجواب قد يكون لا بالنسبة لتخفيض أسعار الفائدة، لكن مع القراءات الأخيرة بالنسبة سواء كانت للتضخم سواء كانت لأرقام النمو الاقتصادي من ألمانيا، أخبار من فرنسا بأن حالة الإنفاق قد تزداد بقيادة بارني، قد أججت المشاعر بأن هناك حاجة لتخفيض أسعار الفائدة من ناحية التضخم 1.8%، فبالتالي نحن تحت مستهدف الأوروبي. النمو الاقتصادي في ألمانيا سجل قراءة سلبية، المخاوف هنا من دخول مرحلة الركود مع تباطؤ مرحلة التصنيع ليس فقط في ألمانيا بل عالميا، فبالتالي مرحلة الركود قد تكون قاب قوسين أو أدنى في ألمانيا. فرنسا إنفاق ما يقارب 60 مليار دولار قد يكون مع برلمان معلق في فرنسا، فبالتالي هناك مشاعر مخاوف. لو اتجهنا إلى واضح أنه في حماس فرنسي لخفض الفائدة، يعني تصريحات متكررة من محافظ البنك المركزي الفرنسي، وأيضا مشكلة في ألمانيا وركود وشيك، وأيضا الأجواء لا يعني ليست مريحة في الصين، والصين نعرف مدى ارتباطها بالاقتصاد الأوروبي، ومع كل هذا نتوقع خفضا بربع ثم بربع آخر. لماذا هذا التحفظ من البنك المركزي الأوروبي؟ لماذا لا يكون أكثر إقداما في خفض الفائدة على نحو ما رأيناه في من الفدرالي الأمريكي؟ قد يحتاج عبادة التوازن بين سياسات البنوك المركزية بشكل كامل. أوروبا قد اتجهت لتخفيض أسعار الفائدة قد يكون بشكل أكبر من بنك بريطانيا من ناحية أخرى، حتى هي أسرع من الفدرالي الأمريكي، فبالتالي أعتقد بأن الاستراتيجيك بيشنس اللي ذكروه الصبر الاستراتيجي بالتوجهات لتخفيض أسعار الفائدة في الاجتماع الماضي قد يكون تخلى عنه بعض الشيء البنك المركزي الأوروبي حتى بتخفيض الفائدة 25 نقطة أساس، فبالتالي حتى 25 نقطة أساس أعتقد بأنها قد تكون هي أجريسيف عدوانية من البنك المركزي الأوروبي. المعطيات التي أشرت لها عبادة وحتى الصين بكل تأكيد هي ضاغط أساسي. حتى لو اتجهنا إلى نبرة أعضاء أوروبا، لا يوجد حتى الآن حاليا إلا فقر واحد أو أحد الأعضاء التي استخدم النبرة الصقورية هو سلوفاكيا، بينما أعضاء البنوك المركزية الأخرى في أوروبا قد اتجهوا لإشارات بأن تخفيض أسعار الفائدة قد يكون جهة واردة، ومن ناحية أخرى البعض التزم الصمت. فبالتالي أعتقد بأنه 25 نقطة أساس مع أنها هي إشارات أو مقدار أو بحجم تخفيض أسعار الفائدة السابق، لكن أعتبره لحتى الآن عدوانيا. الأرقام الاقتصادية هي على ما أعتقد تحتاج بعض المناظرة أو بعض إعادة النظر هنا عبادة في الفترة القادمة، لأنه عندما ننظر إلى التضخم نعم 1.8%، لكن الضغوط التضخمية في أوروبا قد يكون هناك مخاوف في الفترة القادمة، فبالتالي قد نحتاج إلى سياسة تخفيض أسعار الفائدة بشكل متتالي لكن بمقدار قد يكون قليل. 25 نقطة أساس أعتقد بأنه جيد. طيب كيف سينعكس ذلك على اليورو في الفترة المقبلة؟ أعتقد لو دمجنا سياسة تخفيض أسعار الفائدة من أوروبا مع البنوك المركزية الأخرى قد تكون ضاغط سلبي بالنسبة للتوجهات القادمة، خاصة هنا عبادة أن تخفيض أسعار الفائدة ليس فقط مقترن بالانتصار على التضخم، هناك مخاوف من مرحلة الركود الاقتصادي في ألمانيا. ألمانيا هي قائد الاتحاد الأوروبي، فبالتالي عندما يكون هناك تخفيض أسعار فائدة خوفا من النمو الاقتصادي أعتقد بأنه قد يكون هو إشارة مزدوجة للإشارات السلبية بالنسبة لتداولات اليورو. 1.8 أو دولار 8 سنت أعتقد بأن وجهة قد تكون قادمة لليورو، حتى لو دمجنا التحليل الفني أحمد. هناك نموذج القمة الثنائية قد تكون هي دافع لتوجهات سلبية. ربما أحمد، ربما أكثر ما يلتفت إليه المستثمرون في هذه الفترة هذا الرالي الكبير في الولايات المتحدة مستمر، يعني 22% مكاسب منذ بداية العام لـ S&P. إذا نظرنا إلى الرالي منذ أكتوبر 2022 مكاسب فقط 60%، هل هناك ما يكفي من العوامل الأساسية الفاندمنتلز التي تدعم استمرار هذا الرالي، خصوصا أنه نحن في بداية موسم إعلانات الأرباح؟
لو نظرنا إلى اللونج رون أو على المدى الطويل عبادة هناك ما يبرر. بكل تأكيد التكنولوجي الاي اي الذكاء الاصطناعي كان دافع بكل تأكيد، لكن عندما ننظر إلى الفترة القادمة على المدى المتوسط أعتقد أن هناك بعض المخاوف. الفورورد جايدنس أو التوجيهات المستقبلية من عديد الشركات حتى جي بي مورغان قد أشار بأن إمكانية المخاوف أو المخاوف من أسعار الفائدة المرتفعة قد يكون ضاغط أساسي في الفترة القادمة. كما هناك المثل كما يقول المثل بأن نتجه حيثما يتجه وارن بافيت. وارن بافيت بدأ بعمليات بيع بشكل كبير جدا في الفترة الماضية في بنك أوف أمريكا، سهم بنك أمريكا. فبالتالي أعتقد بأن هناك مخاوف من التوجيهات المستقبلية في الفترة القادمة من ناحية. من ناحية أخرى هناك بعض عمليات البيع. جي بي مورغان أشار بأن الشراءات الذاتية أو الشراءات لجي بي مورغان نفسها قلت في الفترة الماضية خوفا من الأسعار المرتفعة. فبالتالي أعتقد بأن هي إشارات قد تكون إشارات تصحيحية. على المدى الطويل كما ذكرت الذكاء الاصطناعي وتخفيض أسعار الفائدة قد يكون دافع جيد بالنسبة للأسهم، لكن أميل قبيل أن نتجه إلى ارتفاع أسعار إلى توجيهات أكبر بالنسبة لارتفاعات المؤشرات الأمريكية في الفترة القادمة النظر هل سيتجه الفدرالي الأمريكي لتخفيض أسعار الفائدة بشكل أقل أم لا. لو خفض بشكل أقل قد تكون هي على الأقل إحباط للتفاؤل بمقدار أكبر لتخفيض أسعار الفائدة. على كل حال الأسابيع الثلاثة المقبلة ستكون أخبار الانتخابات هي المحرك الأكبر ويعني ستضغط على أعصاب المستثمرين بشكل أكبر. أشكرك جزيل الشكر أحمد عزام المحلل المالي الأول في مجموعة إكويتي ضيفنا من عمان.